بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في شرح وتوضيح خطوات ما يحدث في الجزء الأول من البناء الضوئي. احنا اتفقنا أن البناء الضوئي هي عملية بناء معتمدة على الضوء، فإذا هي بتحدث على جزئين أو على مرتين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى امتصاص الضوء، المرحلة الثانية بناء المواد السكرية أو الكربوهيدرات أو المواد المختزنة نتيجة عمل البناء الضوئي لتخزين الطاقة. طيب دلوقتي اللي موجود قدامنا ده احنا اتفقنا ان هو بيحصل داخل البلاستيدة، وتحديدا داخل الثايلاكويد، وده احدى تركيبات البلاستيدة، وده اتقال قبل كده. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الخطوات. احنا قلنا ان داخل الكلوروفيل او داخل الاصباغ في نظامين ضوئيين، فوتو سيستم 2 وفوتو سيستم 1. طيب فوتو سيستم 2 احنا رسمين الجزء ده منخفض اهو، والجزء الثاني فوتو سيستم 1 اعلى. وده ليه؟ لان احنا قلنا ان الفوتو سيستم 1 بيمتص الضوء عند 700 نانو متر طول موجي اعلى، فبيبقى مستواه هنا عالي. اما فوتو سيستم 2 بيكون مستواه هنا لانه بيمتص الضوء عند 680. طيب الحقيقة ايه اللي بيحصل لو عملنا كده اهو؟ اهو نبص مع بعض كده. ايوه، ايه اللي حصل في الخطوه دي؟ اللي حصل الاتي، ان الضوء، شعاع الضوء اللي هو عباره عن فوتونات وفيها طاقه، هرجع الخطوه دي مره تانية. الفوتو سيستم 1 في الكترون هنا، والفوتو سيستم 1 في الكترون، و2 في برضو الكترونات موجوده، ما هو عباره عن تركيبات مركب كيميائي. طيب اللي بيحصل لما بينزل الضوء، الضوء ده عبارة عن طاقة بتحملها في حاجة اسمها فوتونات زي ما احنا شايفين. فلو عملنا كده الفوتون اول ما هينزل على النظام الضوئي هيحصل ايه؟ هتنتقل الطاقة بتاعته للالكترونات اللي كانت موجودة اهي في المكان ده وفي المكان ده. طيب هو الالكترون لما بيكتسب طاقة، احنا خدنا في الكيمياء قبل كده اللي يكون المدارات المستوى الخارجي المدار الخارجي بيكون الكتروناته سهل انها تثار تطلع في مستوى اعلى. فبالتالي الالكترونات اهي بالشكل ده كده لما هتكتسب طاقة الضوئية اهي طيب بتاعنا تروح فين؟ بيكون داخل هذا التركيب بيكون في حاجة اسمها مستقبل الكترونات. اهو البنوتة اللي واقفة فوق دي، ده مستقبل الكترونات وعبارة عن تركيبات، كل ده عبارة عن تركيبات كيميائية معينة. ونفس الحكاية هنا، الشاب ده في هنا مستقبل الكترون، يبقى كل واحد فيهم خد الالكترون اللي اثير من النظام بتاعه. الشاب ده خد الالكترون من النظام الاول، والبنوتة ده هي اتشالت او خدت او استقبلت الكترون من النظام التاني. طيب يعني بالتالي اصبح المكان ده فاضي والمكان ده فاضي، فاضي يعني ناقص الكترون. اللي بيحصل ايه؟ فور حدوث هذه العملية، يعني لما ارجع كده تاني، فور انتقال هذا الالكترون الى مستوى اعلى، المكان بتاعه فاضي مش هيفضل على كده. امال ايه اللي يحصل؟ اهو الله، جت منين الالكترونات دي؟ نرجع تاني، دول عبارة عن جزيئين مية. ما احنا لو رجعنا لعملية البناء الضوئي هنلاقي ان البناء الضوئي، بصوا للمعادله كده، هنلاقوا ان هي ايه؟ CO2 امتصاص ثاني اكسيد الكربون، وده مش هيحصل هنا في الاول، وامتصاص ميه H2O. اهي الميه هي موجوده، الميه عباره عن H2O، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، وده جزء ثاني من الميه، وامتصاص ضوء. يبقى حصل هنا امتصاصين، النبات امتص الميه وهمتص الضوء. الضوء اثار الكترونات الى مستوى اعلى، في نفس اللحظة دي الضوء ده برضو ايضا بيسقط هنا، فبيعمل ايه؟ يكسر لي المية دي. الجزيئين دول يتكسروا، فادي اكسجين اهي، وادي اكسجين ذرة وذرة، يتجمعوا يدوني O2 اللي بيخرج في البناء الضوئي اللي احنا بنتنفس بيه ومال الدنيا كلها، ده بيخرج من معادلة البناء الضوئي. يبقى الاكسجين اللي خرج ده مصدره مين؟ المية. طب يتبقى لي اربعة هيدروجين. الحقيقة ما بيفضلوش بقى هيدروجين كده، ولكن كل ذرة هيدروجين احنا عارفين هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتون واحد موجب والكترون سالب. فاللي بيحصل هنا نتيجة الطاقة الزائدة، فبالتالي كل ذرة هيدروجين من دول بتفقد الالكترون بتاعها، فيبقى عبارة عن ذرة هيدروجين ناقصة الكترون فتبقى موجبة، يعني اسمها بروتون.
فبيديني 4 بروتونات و4 الكترونات. طبعا لو جمعناهم هيديني الهيدروجين، لكن هو بيفضل على هذه الصورة. يبقى الاكسجين عرفنا مصدره الميه وهيخرج في الهواء، والالكترونات هتروح تعمل ايه؟ هتعقد المكان او تسد المكان الفارغ بتاع مين؟ اللي مكان الفوتو سيستم 2. طيب يجي حد يسالني، قال طب ما كانوا 2 بقى توزعوا بالعدل، 2 راحوا هنا و2 راحوا هنا، حد يعرف ليه؟ ليه راحوا هنا ما راحوش هنا؟ لاسباب كثيره، لكن ممكن نقول ابسطها ان الطاقه بتاعتهم ما تكفهمش ان يطلع لمستوى الطاقه العالي ده، يعني يدوب ان يروح لمستوى الطاقه المنخفض ده، ما ينفعش يروح هنا، لان عشان يروح الطاقه بتاعت ده تغطي هنا، لكن مش قادر ان هو يروح هنا. زي ما يكون واحد ساكن في فندق في غرفه ب 500 ريال وفي سويت فضه ب 10000 ريال، هل ينفع ابو 500 يطلع فوق للسويت ابو ب 10000؟ ما ينفعش. اهو نفس الكلام هنا عندنا الموجود هنا، او السويت اللي هو الجناح، يعني جناح فاخر كده، ما ينفعش. هنا ده عباره عن طاقه عاليه، الالكترونات دي يدوب تروح للمستوى اللي هنا. طيب ما هنا اصبح في مشكله. ايه هي المشكله؟ الالكترونات دي مش هتفضل في مكانها كده على طول، لان الطاقه اللي اكتسبتها كانت طاقه مؤقته. طب البنوته دي هتعمل، بقت عندها مشكله، الالكترونات دي هتعمل فيها ايه؟ عايزه ترجعها تاني مكانها، بقى مشغول. ومش بس كده، في الضوء مستمر في النزول، يعني الضوء لما هينزل مره تانيه هيجي مطير الالكترونات دي يخليها تطلع فوق. طب هي ايديها مشغوله، فلازم تتخلص من هذه الالكترونات على طول. مفيش قدامها غير انها تعمل ايه؟ ترميها في الممر ده، في المطحنه دي، في الساقيه دي، عشان تشغل ده المكان الفاضي الوحيد قدامها. ما هي دي كان قدامها المكان ده والمكان ده، المكان بتاعها الاصلي انشغل، فما كانش في قدامها المكان التاني وممكن تودي فيه. ليه؟ ها، لان هي بصوا واقفين فين؟ عالي، يعني مستوى الطاقه بتاعها اللي هنا عالي، فتقدر تدي للي اقل منها يعني. طيب لما يحصل وده الطاقه الالكترونيه ده بينزل لمستوى طاقه اقل، اهو بينزل، يبقى في طاقه هتفقد، هتروح فين؟ ادي واحد، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، طب لما الالكترونات دي تيجي هنا تعوض الالكترونات اللي اثيرت هنا في النظام الضوئي الاول، امال الشاب ده هيودي الالكتروناته اللي معاه فين؟ ما هيقع في نفس المشكله اللي هي كانت موجوده فيها، فلازم يتخلص هو كمان من الكتروناته. يبتدي يتخلص منها في نظام زي ده وهيفقد طاقه، هتروح فين؟ طب ما نشوف مع بعض. اهو كل واحد فيهم اتخلص من مين؟ من الالكترون بتاعه، لمستوى طاقة أقل. أثناء انتقال، أهو أثناء انتقال هذه الإلكترونات في هذه الساقية أو هذه المطحنة أو هذه الدائرة أو هذا الجهاز اللي بيصنع أو بيصطاد الطاقة المفقودة، أهو يطلع لي طاقة ATP وراجع ده شغل المكان ده. طب والإلكترون اللي كان هنا لما نزل لمستوى طاقة أقل قام جاي عاطيني في ناد بي اتش 2 صوره اخرى من صور الطاقه. وبالمناسبه كل واحد من الناد بي اتش يساوي 3 من ده، يعني الطاقه اللي هنا بتبقى اكتر شويه. خلاص؟ طيب جميل، وده شيء بديهي لان واضح ان هنا ده مستواه في الطاقه عالي، اعلى من البنت هنا، وكمان المستوى اللي هنا اعلى. سواء المسار ده اللي نزل فيه الالكترونات واعطتني الناد بي اتش، او اللي نزلت فيه الالكترونات واعطتني الاي تي بي، دول بيسموها سلسله نقل الالكترونات. سلسله لان هي عباره عن الكترونات بتفقد، الالكترونات بتتنقل، بتنقل من مركب الى اخر، من مركب الى اخر، لغايه لما توصل هنا. اثناء هذا الانتقال هي بتنزل يعني بتفقد طاقه، بتنزل لمستوى طاقه اقل. زي مثلا واحد قاعد في سويت ب 1000 ريال، ب 20000 ريال، ب 10000 ريال، هينزل الاوضه ب 200، في فرق، فالفرق الزياده ده بيتحوش في صوره اي تي بي بالشكل ده. يبقى اذا لو رجعنا لاول خطوه تاني بالشكل ده كده، يبقى الضوء بيسقط على النظامين الضوئيين في الاصباغ اللي موجوده داخل البلاستيدة او الثيلاكويد، فبيثير الكترونات من النظام الضوئي التاني والنظام الضوئي الاول، فيصبح مكان الالكترونات فاضي فارغ. في هذه الاثناء يحصل ايه؟ يحصل انشطار ضوئي للميه، انشطار معروفه انها تنقسم ضوئي. ليه؟ لان اللي سبب انشطارها الطاقه اللي هتاخدها من الضوء. جزيئين من الميه يطلعوا لي اكسجين، ويطلعوا لي 4 بروتونات، ويطلعوا لي 4 الكترونات. وناخد بالنا من سؤال مش هنجاوب عليه دلوقتي، احنا قلنا يبقى مصدر الاكسجين هو الميه. طيب
وطب الميه عطت اكسجين وهتدي بروتونات والكترونات. الالكترونات هنعرف دلوقتي انها هتروح هتاخد المكان ده، يتبقى لنا حاجه ما عرفناش هي هيتعمل بيها ايه، اللي هي البروتونات. ده سؤال هنأجله لقدام شويه. فبتنشطر الميه بالشكل ده فتديني الاكسجين وتديني اربع بروتونات وتديني الكترونات بهذا الشكل. طيب اصبح في الحاله دي مستقبل الالكترونات اللي في المكان ده عنده مشكله، لان معاه الكترونات مثاره ولازم يفضي ايده عشان يستقبل اللي هيطلع له مره تانية، فيتخلص منه على طول في هذه المطحنه او هذا الجهاز، سلسله نقل الكترونات اللي هو هتتنقل الى مستوى طاقه اقل لغايه لما تعوض المكان الفاضي في النظام الضوئي الاول. والفقد في الطاقه ده هيكون لي اي تي بي. في نفس الوقت المستقبل الضوئي اللي هو بتاع النظام الضوئي الاول يعمل ايه؟ هيبقى عنده نفس المشكله اللي ما يقدرش يرجع الالكترون مكانه مره ثانيه، فيبعته في سلسله نقل الالكترونات وبرضه يوفر طاقه في صوره ناد بي اتش. يبقى اذا هذه هو طريقه امتصاص الضوء، ادي عرفناها بينتج عنها ايه؟ يبقى امتصاص الضوء الخطوه الاولانيه في البناء الضوئي، يمتص الضوء والميه بيحصل ايه؟ بيحصل تكوين اي تي بي وناد بي اتش واكسجين، وادي بروتونات موجوده هنا. يبقى اللي دخل في التفاعل مين؟ الضوء والميه والانظمه الضوئيه. لو بتكلم بقى على مركب كيميائي مفيش عندي غير الميه، يبقى الميه دخلت هي مدخلات هي والضوء، خلاص دي طاقه. المخرجات اللي نتج عندي اكسجين واي تي بي هيخرج هنا اهو، وادي الناد بي اتش وادي البروتونات، يبقى كم حاجه؟ اربعه طاقه اتنين اهم، ودول هما اللي هنحتاجهم في الجزء الثاني في عمليه البناء. ما هو البناء محتاج طاقه وكان الضوء كان كل الغرض منه انه يطلع لي الطاقه دي عشان ابني فيه بعد كده، وهنعرف هنبني ايه منين وفين وعشان ايه. يبقى اذا ده التفاعل الضوئي حصل، هنشوفه من الاول مره ثانيه، حصل سقوط للضوء فاثيرت الكترونات من النظام الضوئي الثاني والاول الى مستوى اعلى، وتم استقبالها عن طريق مستقبلات الكترونات. في هذه الاثناء تنشطر الماء، جزيئين من الماء ليعطي اكسجين واربع بروتونات واربع الكترونات. الالكترونات الاكسجين هيخرج من النبات وده اللي بيبقى موجود في الجو واحنا بنتنفسه، الالكترونات هتعوض الالكترونات اللي فقدت من او اثيرت من النظام الضوئي الثاني اللي هو بيمتص الضوء عند 680. في هذه الاثناء بيكون المكان ده فاضي، مكان الالكترونات اللي اثيرت في النظام الضوئي الاول موجود فاضي، فعلى طول البنت دي او مستقبل الالكترونات اللي مستقبل الالكترونات دي بيبتدي يسيب الكتروناته عشان تشغل هذا المكان ويكون لي طاقه، ونفس الشيء مستقبل الالكترونات بتاع النظام الضوئي الاول يفقد الكتروناته لمستوى طاقه اقل في سلسله نقل الكترونات اخرى، وتنتهي بتكوين ناد بي اتش. وبكده بيكون انتهى او الجزء او لخصنا التفاعل الاول في الضوء اللي هو عمليه ايه؟ امتصاص الضوء. تم امتصاص الضوء والميه، فدول اللي دخلوا في التفاعل، طلع عندي اي تي بي وناد بي اتش. ده السؤال الاول هيتعمل بيهم ايه؟ هنعرف. يبقى انا كاتبين السؤال ده ونبقى عارفين نسال نفسنا هيروحوا فين بعد كده. الاكسجين عرفنا ان هو هيخرج، يتبقى لنا ايه؟ البروتونات. يبقى احنا نتابع مع بعض نشوف الاي تي بي والناد بي اتش هيتعمل بيهم ايه، والبروتونات دي كمان هيتعمل بيها ايه. شكرا جزيلا، ونستكمل مع بعض في الجزء الثاني من البناء الضوئي اللي هو عمليه البناء.